بعد ما كنت صاحب فرقة كبيرة وجي جي وكوش وكراسي وافراح، بقيت ببيع طوبة للعيل للعيل للعيل. ليه يا كبير؟ كسرت له كل حاجة وسبت له الفرقة على المحارة 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 المحارة. بس يا ياد يا حيك انت بس بقى، حرام عليكوا بقى، يكون في اعتباطك يا ياد يا حربي. زي ما فوقش الجيل دمر لك فرقتك ومطرحك، هيرجع يشغلهم لك ويعملهم لك من اول وجديد 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 وجديد. هيا غالية غالية غالية، فوش الكير فوش المطيعة فوش الزعيم فوش الكبير. بس يا لا ولا ولا تو هو، تصدق بقى انت تستاهل كل اللي جرالك جرالك جرالك.